حالب السبايرولينا كبيرة جدا، يعني مثلا بتأخر انتشار فيروس الإيدز في الجسم، وكمان تعتبر أفضل علاج آمن لمرضى السمنة وحلم الباحثين عن الرشاقة، وبتعالج فقر الدم وبتمنع الإصابة بتشوهات الأجنة وتساعد في نمو مخ الجنين، وبتأخر ظهور علامات التقدم في السن على الجلد، وبتقلل احتمالية الإصابة بهشاشة العظام، وبتقضي على الأورام السرطانية وتمنع انتشارها، وبتنقي الجسم من الفضلات والسموم. يعني فعلا آن الأوان أننا ننتجها في مصر بتكنولوجيا تضمن نقائها وخلوها من البكتيريا والفيروسات، وكمان نصنعها ونصدرها للعالم.